هاي شاكر، وين المقاضي واغراض القهوه؟ فيش لا مقاضي ولا غيره يا معلم، بدنا نسلك حالنا باللي عندنا. اسمع، بقضي عليك اذا ما فيش مقاضي. ها وين رحت فيها؟ معلم شو تقضي علي؟ ما رحتش فيها مكان، بس التجار اصحابك ما رضوش يفوتوني اصلا. ليش؟ شو عملت انت؟ ولا عملت شيء، بس معيش هدول الجرعتين المطعوم تاعون كورونا، ومعيش هذا تطبيق سند اخضر ولا اصفر تاعهم، وكمان قال لي بدخلك بشرط واحد. وشو هو الشرط هذا؟ قال بدهم يحجروني عندهم 12 يوم ولا 14 يوم وحسابي اخرى. ليش ما قلت لهم انه عندك حساسيه؟ قلت لهم. طيب شو طيب؟ قالوا لي اعلى مبخيلك اركبه، يلا احلق روح، وانا ركبت اعلى مبخيلي وظليت جاي فيه على طول. شو هالقصه اللي طلعت لنا هاي؟ اسمع، انا بدي ارد الصاع صاعين، بدي اشوف لوين بدي توصل معاهم. هي ها يا حبيبي، ها يا جاري، شو هالكلام اللي حاكينه ولا شاكر؟ نعم بلا متحور بلا كلام فاضي. لا يا حبيبي بزبطش معانا هذا الوضع، الله يخليه. شو سكرتوا الستور؟ سكرتوا المخازن؟ ها يا عمي يا حبيبي الله يسعدك. شو مش معقول اللي بتحكيه هذا؟ فيش مطعوم، فيش زبون. اسمع اقول لك شغلي، لا تيجوا تسهروا الليلي. طبعا انا عندي اجراءات بدي اخذها فورا. يلا. شو معلم سكر بوجهك؟ اه سكر بوجهي. شو انت لوح؟ انا تسكر بوجهي؟ انا اللي سكرت بوجهه. بعدين اسمع كل الكلام اللي قالوا لك اياه والاغلاقات تبعتهم، بترد عليهم بتقول لهم كما تدين تدان، وزيد لي عليها شغله هيك بسطرين ثلاثه تثبت انك انت مش مصاب بالكورونا. حاضر معلم، حاضر. فاهم؟ حاضر. يلا بسرعه، وعلى الفيسبوك ودي لي اياها، خلي الكل يشوفها. يلا كل شو اكتب عندك؟ كما تدين تدان. تدان ايوه، وهي شير اها، وللكل، وهي سبسكرايب لكل. ايوه يلا تأشوف اخرتها معاهم لوين. الو مين؟ اتفاقيه وبدك شاكر يجيك هسا؟ شو ايه بضاعه ببلاش؟ طب اقول لك انا بدي اعبي القهوه كلها ببضاعتك اللي ببلاش. ها طبعا، وشاكر هيو جايك على الطريق. اسمع اسمع اقول لك، اسمع انا جاي مع شاكر. ها يلا سلام سلام، يلا سلام زي ما بحكي لك. يلا امشي معاي، تعال نشوف هذول شو بدهم. معلوم يا سيدي القهوة يا سكا محلي، اغليها وسط وياريت تفهم علي. طاق طاق طاقية، خبر وخبرين نوبية، شايب حليب وينسون زهورات وميرامية. تبع معنا عالاخبار وشوف الخلطة السحرية، وضع البلد زوق الزوق وضع الأم العربية. لا فساد ولا بطالة ولا فقر ومحسوبية، وضع المواطن عال العال والصحة مليمية. سيبك من طول السيرة وحط الفاجي نفسينية، وشيل الغلاية عن الغاز وصب القهوة المغلية. القهوة مغلية مزبوط في قهوة الحرية. معلمي معلم، قل لي. شو فيه؟ شو مالك؟ مش انت ناديتني بدك اياني؟ ايه صحيح صحيح، اقعد اقعد يا شاكر اقعد. بصراحة في موضوع حاب احكي معك فيه. يعني انت يا شاكر بصراحة صار لك عمر معاي، وانا بدي بصراحة. لا لا لا، ولا بدك بلا هاي. لا يا معلم لا، بلا عمر بلا. يا زلمة شو اللي حكيته انا حتى ترد علي؟ ما انا عارف شو اخرتها يا معلم، انا عارف هاي الدخلات. بدك تطردني صح؟ لا يا بني، لا يا حبيبي، شو اطردك؟ لا يا شاكر، انا بس بدي ولا شو؟ ولا شو معناه؟ شو بيعني كلامك تاعت عمر ومش عمر الا اذا فيها؟ ولك اسمع عشان تفهم. انا يا شاكر بدي اسلمك القهوه. وانا يا شاكر حاب اني اعطيك السلطه كامله معك. السلطه كلها معلم بين ايدي؟ كلها. يعني وانت شو بدك تعمل معلم؟
يا عمي أنا بدي أعيش حياتي، بدي أشوف حياتي، بدي أستقر يعني كمان، ولعلمك أنا ممكن أتجوز. مبروك يا معلم. يلا يا بطل ورجينا كيف بدك تنقل قهوة الحرية للمستقبل. يلا نقل نوعية يا معلم. نعم هسه بتشوف. أها زبائن قهوة الحرية الكرام ركزوا معي. نظرا وتتويجا لتسلم السلطة السلطة من المعلم غسان، فأنا قررت احتفالا بهذا الاشي انه اي واحد فيكم بيطلب مرمية راح ياخد معها ايش ضمة مرمية ناشفة مجانا فور فري على حسبة، وكله تحت شعار يجعل ما حدا حوش. شكرا لكم. تعال 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 لهو تعال تعال جاي تعال تعال. شو هذا اللي بتعمله جاي؟ شو بتفكرني انا قاعد هون طرطور؟ لا يا معلم حشاك. ليش طيب ليش؟ لا شو قاعد بتوزع لكل واحد ضمة مرمية؟ وين بتفكر حالك انت؟ صح انا لازم عملت حسبتي وشفت اذا بزبط هلا اقدم لهم ولا لا، اعطيهم ولا ما اعطيهم. لا اعطيهم اعطيهم، انا مش سائل عن اشي، اعطيهم حبيبي، بس قول لهم هذه هدية من المعلم، نفحة كرم مكرمة. يعني انا بدي احكي لك يا حبيبي يا شاكر انه انا حطيت حالي صوريا هنا، بس انا لسه موجود بالصوره. ها بيكون علمك. ماشي يا معلم لسه موجود في الصوره 100% بالصوره. يا سيدي اتفرج على التلفزيون وما حد ياثر عليكم، يقول هو وصي على اي شيء. انتوا اصحاب قرار بالاردن اللي بدكم تعيشوا فيه، اللي ابنائكم بدهم يعيشوا فيه، اللي احفادكم بدهم يعيشوا فيه. طيب انا بحب اقول لك انه الشباب اصلا بدهاش الاردن كلها، بدهمش يضلوا فيها اصلا. كيف نستطيع ان نقنع الاهل ان الذهاب الى التخصصات الاكاديميه هو مزيد من التراكمات في فرص العمل، في عدم الوصول الى فرص العمل في ظل وجود الرواكد في ديوان الخدمة المدنية؟ هلا انا اللي بدي اجاوبك، ما انت دكتور يا دكتور. تعرف شغلة، يمكن لو احنا بس نبطل نكبر اللقب ونفخمه ونشيل حرف الدال من قبل الاسم او من قدامه، يمكن ساعتها بس الاهالي ما يهتموش لللقب. اطفي التلفزيون. مزبوط، من يومين قلت لك. صح استنى شوي بس، مش انت الزبائن؟ استنى يا زلمه. طيب مين اللي قال لك انت؟ مين اللي قال لك؟ المعلم غسان هو اللي قال لك. يلا بسيطه، انا اعطيني بس يومين وبحل الموضوع. يومين اعطيني هاليومين وبحل الموضوع. يلا باي باي باي. اتفضل. ايش استاذ؟ صار لنا ساعتين نستنى في الطلب، والله لو انه جاي من المريخ ما هو هيك. مزبوط حقك علي، بس انت عارف شو المشكله؟ انه المعلم عمل الخطه التطويريه تحت القهوه، من يوم ما عملها مش عارف راسي من رجلي انا. ضلك قول لي المعلم والمعلم، وانت شو قاعد بتسوي؟ مش انت كمان اسمك معلم؟ ابسولوتلي صح. يو ار ماي فريند، يعني صح. انا شو قاعد بسوي؟ ما انا معلم. معلم بدي احكي معك في موضوع. ابن حلال لسه بدي اناديك. اقعد يا شاكر اقعد. يا شاكر للأسف أنا حاسس إنه أداء القهوة بلش يتنازل بالفترة هاي، بعدين عم بيجيني اتصالات من زبائن كثيرة بتقول إنه مش كل إشي في القهوة، وغيرها كمان اتصالات بيجيني من زبائن بيقولوا لي إنه الطلبات بتتأخر. ليش؟ صح بصير أجاوبك. ليش؟ جاوبني. بس معلم فيش كل إشي في القهوة، لأنه حضرتكم يا معلم أمرتوا إنه نسامح في الحساب اللي على الدفتر ونسد الدين اللي علينا من إيش؟ من مصارينا، فبطل فيه مصاري في القهوة فلسنا. طب ليش الطلبات بتتأخر؟ لأنه يا معلم بسبب الخطة التطويرية الثلاثية اللي انت عاملها في المطبخ يا معلم، قلبت كل إشي. يعني الصحون صارت مكان الكاسات، والسكاكين صارت مكان الطقم البايركس يا معلم، كله تخربط يا معلم. طيب هذا كله لمصلحة القهوة في النهاية، انت قاعد بتلومني؟ معلم مش قاعد بلومك، بس يا معلم بقول لك شغلة بصراحة. متعصب؟ لا من غير معصب يا معلم، انا مش عارف اشتغل وانت بتتدخل في كل اشي قاعد. بعرف كل اشي، بعرف انك مش عارف تشتغل. عارفك على محاسبة ديواني. تفضلي، هاي رح تشرف على كل شغلك
وتراقب كل قرش كيف دخل وكل قرش كيف طلع. تفضلي. القرش اللي هو ربع دينار صح؟ وقف عندك. شو معك؟ هاي كوسة محشي وهيك. وين فواتيرهم؟ اللي هم شو؟ الكوسة المحشي. مكتوب عندي انه الاكل بيجي من طلبات خارجية، والطلبات الخارجية بدها فاتورة. انت تمام صاحي ولا؟ انت شايف هيهم مرمية. ها؟ ماشي، روح وديهم وارجع عنا حسابات. تفضل، ايش عندك؟ شاكر، انت الاسبوع الماضي اشتريت 3 كيلو سكر للقهوة ب194 دينار للكيلو، صح؟ صح، بس احكي لك ليش 194 دينار؟ هذا السكر ما بهمني السعر، انا اللي بهمني الجودة. انا اليوم فتحت مرتبان سكر ولقيت فيه بودرة بنية يا شاكر، ومعي دليل. تفضل، هاي عينة من السكر، تقدر تقول لي شو هاي البودرة سيد شاكر؟ قهوة. قهوة، وشو دخل القهوة بالسكر؟ أنا بقول لك شو، في تسيب يا شاكر، في انعدام للمسؤولية يا شاكر، في عدم حفظ صحيح للمواد الأولية. ويكون بعلمك كل إشي رح يكون مكتوب بتقريري. هذا الحكي؟ أنا آسف. في كمان إشي، أنا مبارح جربت الكاش يا شاكر. وإن شاء الله ما طلع معك شيء يبين. مش فارق عندي 700 دينار الناقص، اللي فارق عندي إنك مش مرتب المصاري، مش فارزهم لا العشرات لحال ولا الخمسات لحال. بس هذا الفرق عندك الفرز؟ طيب أنا آسف وبوعدك من اليوم وطالع، أفرز كل إشي، خمسات عشرات تلاتات كله أفرزه 100%. تمام، تمرين بأي شيء تاني أستاذة؟ لا. تمام، ثانك يو. ثانك يو. الله الله، شو هذا يا أستاذ شاكر؟ هدول لازم أرجعهم على الكاش صحيح. 700 دينار هدول ليش هيك؟ قصدك ليش هيك برا الكاش؟ هلا برجعهم على الكاش. ليش ملفوفين بمغيطين؟ مش مغيطة واحدة بتكفي؟ أيوة لحب. بس هي باستهتار مني صح، مغيطة واحدة بتكفي، هلا برجع مغيطة على 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 هاي وبخلي واحدة بس. بس ما تكتبي هذا بتقريرك ممكن رجاء؟ ماشي، بس دير بالك مني يا شاكر، أنا وراك وراك ومركزة معك بكل خطوة. وراي وراي والزمن طويل. أوكي تفضل. خمس دنانير لمبات كهرباء؟ شو هذا الإسراف؟ الحمد لله على السلامة معلم. You crazy like a fool. Your daddy daddy cool. الحمد لله على السلامة. ايش معلم؟ رحلة من العمر يا شاكي. يعني خلينا هون، احنا اقول لك شغلة، تصورت هاي الصورة وحاب احطها هون. يا عيني. ايوه يا معلم. الله يا معلم. يا عيني عليك. يا حبيبي اقول لك، رحلة من العمر. هوا البحر برد الروح. هوى البحر بيشفي القلب العليل يا شاكر. يعني انت قاعد بتشم الهوى واحنا هون بناكله. اشتقنا لك يا معلم. اشتاق لك العافية يا شاكر. يعني انا بهالرحلة اكيد طال عمري حوالي 45 يوم. يلا ممتاز. ايوة، تعرف مشتاق للقهوة انا، اشوفها من غير نظارة. ايوة. طمني يا شاكر عن القهوة، شو اوضاعها؟ القهوة يا معلم، على القهوة يا معلم، كل شيء كان حسين بفراقك يا معلم. الكراسي بتبكي يا معلم، الطاولات بتلطم يا معلم. يا معلم، يا عمرك شفت شي باب عم يبكي؟ الابواب كانت تبكي يا معلم، تبكي. والزباين تتطاوش يا معلم، والمطبخ ينفجر، والمجاري تفقع، والكاش ينسرق. طيب. والديون تزيد. يا باي الديون شو زادت في غيابك؟ اوف 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 اوف، الطاولات بتلطم وكراسي بتبكي. طبعا هاي صورة شاعرية، أنا فهمتها. والباقي إيش يا شاكر؟ صورة واقعية يا معلم. واقعية. اسمح لي أقول لك، أنت خراب، أنت دمار للبيوت كلها. عارف كم عيلة تضررك منك؟ يا حبيبي عليك،
ليش عملت هيك بس؟ ما هو يا معلم انا ما كنتش عارف اشتغل وانا لازم ارجع لك بكل شيء وانت موجود. وافرض ان انا مشغول ما تتصرف. ما هو يا معلم اقول لك شغله يعني انا وانت هون اثنين معلمين في هالقهوه بزبطش، وبعدين انا كل اللوم بيجي علي بالاخر. يعني بتلومني انا؟ بسيطه يا. ايش هذا؟ وين محاسبه؟ اوعك تكون طفشتها يا شيخ. طفشتهاش يا معلم، هيها في المطبخ بتعد ميداليات الشاي. بتعد ميداليات الشاي. فرق 4 ميداليات شاي. اها معلم غسان. ايوه انت طلبت مني اعطيك التقرير. ايوه بكل التجاوزات اللي بتصير بالقهوه. ايوه وهي التقرير صار جاهز. بهذا التقرير رح تشوف كل التجاوزات اللي صارت بقهوة الحرية. مثلا شاكر بيستخدم 0.25 زيادة جرام بالمرامية في كل كاسة، مما أدى لخسارة 9 دنانير بسنة واحدة بس. يا سلام، هذا تقرير رائع جدا. سلم ايديكي. ما عملنا غير واجبنا معلم غسان. منشوفك. نشوفك على خير ان شاء الله. هذا التقرير. وين كنا؟ عارف انك انت راح تكون كويس وقد المسؤولية، بس شو؟ بس لاني جربتك من قبل وخبصت الدنيا ببعضها، فانا هيك بدي اخذ يعني بعض الشغلات انا احملها. زي شو؟ زي الموردين. يعني الموردين لاني انا بتعامل معاهم منيح، وانت لانك طبرة التعامل مع الزباين انا لاني كريم وحساس. وبعدين اي قرار استراتيجي للقهوه انا باخده، واي قرار مش استراتيجي للقهوه برضو انا راح اخده. طلع علي يا شاكر، المنيو، الاسعار، زبون راح، زبون اجا، زبون طلع، زبون دخل، انا كله مسؤول عنه. طب معلم اقول لك شغله، يعني انا شو ضلل لي يا معلم؟ ضلل لك الاشياء الثانيه. انا بدي اثبت لك يا شاكر انك انت تطورت وتحسنت وصرت زيك زي احنا اثنين زي بعض. والبرهان طلع وين؟ شوف هاي صورتك جنب صورتي، يعني زيك زيك. يا سلام يا معلم، خليني اروح افرح مرت خالتي ومرت خالي قصدي. ويا سلام يا معلم حسني، ولقيت الطبطبه والله يكب موفز موفز الله يكب موفز موفز. بالراحة، ايش الطبطبه هذه؟ طبطبه طبطب 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 زي ما بدك. حكومة من غير استقلالية، وتعبير من غير حرية، حكومة رايحة وحكومة جاية، وبالأخير القرارات هي عندنا وزراء من غير ولاية ومن غير سلطة وإرادة تامة. ويا ريت الموضوع انتهى على هالشغلات، لا كملنا وبصلاحياته حطينا له معيقات على أساس هذا جزء من الإصلاح، وقلنا له إذا بدك تتخذ القرار لازم تأخذ موافقة على كل خطوة ودينار، ولازم تمر من كل لجنة ومستشار، وبالأخير بنقول لك شو تعمل. وإذا خرب الموضوع انت بتتحمل اللي صار. في حدا قال لك تصير مسؤول وتصير وزير؟
أي حتى لو كان عندك جني وطالع من زير ما رح يقدر يخلي طلباتك تصير. نشوف. يشهد. انت مين وكيف دخلت هون يا زلمه؟ بتقطعني بالضحكه يعني؟ قاعد بضحك واجواء ودخان ومارد ودنيا وعالم ودهد لك حال ازرق وبتقول لي انت مين؟ مش عارفني. لا ما عرفتك. انت من الفريق الوزاري؟ انا فريق وزاري. انا الجني المارد خنتريش. اسمك خنتريش؟ يعني هالي كثير اللي فاجأتك يعني؟ وجني ومارد عدت عليك عادي؟ ما علينا. أنا جاي تحقق لي كل أمنياتي وتساعدني بهاي المرحلة، صح؟ صح. شكلك فاهم وما راح تغلبني. يلا تفضل قول لي شو تتمنى واطلب. اسمع، في وزير بيننا وبينه اتفاقية وراح تجيب للبلد خير ياما، بس هو متوسوس شوية، بدي تلعب براسه وتقنعه ونوقع. عرفته عرفته عرفته. بكرة راح تتوقع الاتفاقية. وين 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 تفكرها سايبة؟ ها معك شهادة مطعوم وسند أخضر ولا أزرق؟ ولا بتفكرها سايبة أنت أنت؟ معي بس التليفون مش معي. وبعدين أنا المارد، كيف بتمنعني من إني أمارس طقوسي؟ أنا مراقب وأنا جاي أحقق أمنيات سعادته. أمنيات سعادته على رأسنا. أما اللي كنت أنت بدك تعمله كان لا يجوز. ها إحنا الأمور عندنا هنا بتمشي بتسلسلات إدارية وموافقات ولجان شؤون خارجية. ولا بتفكرها سايبة؟ لا. وأنت غير الأمنية تبعتك يا ابني. اسمع، في إشاعة على المسيرة و... تمام مالنا. طيب خلص تمام، أنا راح أجهز كل شيء. ولا بتجهز ولا شيء، هذا أمن داخلي لازم يمر. ولا بتفكرها سايبة؟ طيب سيدنا اسمع، أطلب لك إشي أصغر، يعني إشي هيك في متناول الأيدي، مليون دينار، يعني أسكر لك منهل، أفتح لك منهل، يعني أعمل لك هيك فلل. لا 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 لا، عندي أصغر، في موظف بدي أروحه. سهلة، مش سهلة بالمرة سهلة، ليش؟ ليش فريق نظر؟ هاتوا لنا مي. طالع من زيرو بدك مي، بعدين تعال لهون. ايش نازل راش ونازل توزع اشي ملايين اشي سيارات عن جنبه طرف؟ ولا بتفكرها السايبة؟ انا المارد وبعمل كل اشي. كل اشي؟ تعمل اقرار ضريبة؟ عندك رقم وطني؟ ولا من اين لك هذا ولا؟ سون زهورات وميرامية، تابع معنا على الأخبار وشوف الخلطة السحرية، وضع البلد زوق الزوق وضع الأم العربية، لا فساد ولا بطالة ولا فقر ومحسوبية، وضع المواطن عال العال والصحة مليونية. سيبك من طول السيرة وحط الفاجينة في صينية وشيل الغلاية عن الغاز وصب القهوة المغلية. قهوة مغلية مزبوط في قهوة الحرية.